صباح الحب، صباح السعادة، حبيب قلبي يا حلوين. إن شاء الله دلوقتي هعمل معاكم معكرونية روعة 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 روعة، وسهلة وسريعة جدا. أنا عندي هنا مكرونة صغننة، وعندي معجون الطماط، وعندي فلفل أسود وكمون وملح فقط لا غير، مش هحط بصل. عندي هنا ديت الجدر مطرح ما كنت بسيح معاكم الدهنة ووريتكم ازاي بنعملها. خليت حبة صغننين فيها من تحت كده عشان بحب ايه طعم المكرونة بيها، فقلت بما اني يعني بستغل الوضع فقلت اعملها معاكم فيها. تمام كده اهي سخنت هنا دلوقتي دي، وهوريكم حالا هعمل ايه. انا هنا كده بنات حطيت حبايبي المكرونة اهي عليها، وهحط عليها الملح. احنا اتفقنا قبل كده بحاجة ان اي حاجة عايزة تحمريها ويبقى لونها واحد حطي عليها ملح، دي خطوة مهمة، سواء الرز او الشعرية او لسان عصفور. اول حاجة عايزة تخلي لونها يكون كل واحد حمريها بالملح. يلا انا هحمرها كويس وارجع لكم. شوفوا كده حبايبي اهو، شايفين كلها لون واحد ازاي ما شاء الله، كلها لون الذهبي. ليه؟ ده بسبب ان انتي حطيتي ملح. شايفين قريبة كده اهي، اهو شوفوا المنظر، شايفين منظر المعكروني اصلا جميل ازاي. شوفي شكل المكرونه لما اتحمر عامل ازاي اصلا. دلوقتي بقى انت عايزاها تغمقيها عن كده غمقيها، عايزه تخليها كده الدال براحتك. تمام. انا هنا دلوقتي هحط الايه، هحط الطماط، معجون الطماط بتاعي. طبعا انا قبل كده قلت لكم انا ما بحطش ماجي ابدا في اكلي، ماجي جاهز بمعنى اصح، لو انا عاملاه في البيت لو انت سامعاه في البيت براحتك، لكن ماجي جاهز انا ما بنصحش فيه ابدا 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 ابدا، مستحيل ماجي ده انا احطه في اي طبخه، وبقولها في كل اكله ما انصحش اي ام تستعمله. هحط الكمون وكزبره، هحط بقى انا منكهات عندي الطعام لي احلى من الماجي. هحط الفلفل الاسود، عايز تحطي شطه حطي، بابريكا حطي. طحنت هنا شويه هيل فريش مع حبه روزماري اهم. كل ده انت بتنكهي مكرونتك، مش هتحتاجي ان انت تعملي ايه، تحطي ماجي، فاهميني. عندك بقى شوربه لحم، شوربه دجاج، اسقيها فيه. شايفين شكل المعكرونيا بقى كده. دلوقتي هبدا احط بقى ميه ازاي اهو، مش كتير، هحط شويه شويه واغطي الجدر بتاعي لغايه ما تستوي، بس كده سهله وبسيطه مش بتاخد حاجه. يلا هغطي الحله واوطي النار عليها زي تسويه الرز، كل 5 دقايق احط لها بق ميه. هنشوفه كده بدأت انها ايه تتشرب، شايفين. هنحط لها تاني شوية مية او شوربة كده. ونسيبها تاني 5 دقايق. طبعا عسل ازاي، بصوا منظرها، شايفين بجد بجد خطيرة، ومقطعة معاها فيها برجر كده بجد وهم. خطيرة.